مكتبة اسكندرية نظمت ندوة بمناسبة مرور 10 سنين على رحيل الموسيقار العبقري عمار الشريعي. الندوة أدارها الدكتور راجح داوود، وكان حاضر عدد كبير من الفنانين، منهم الفنان علي الحجار، وطبعا أسرة الفنان الراحل عمار الشريعي، وعدد كبير من الفنانين. هنشوف مع حضراتكم الندوة من خلال هذا التقرير. طبعا احنا بنعتز بالفن المصري وبنعتز بالثقافة المصرية. الفنانين المصريين بيلعبوا دور كبير جدا في حياتنا الثقافية، وهم اللي بيعبروا عن روح المجتمع المصري، ومن اهم الفنانين اللي يعني اللي اتوجدوا في الزمن الحديث في مصر الفنان الكبير عمار الشريعي رحمة الله عليه. وهذا احنا طبعا هو عمل مسيرة فنية ضخمة جدا، يعني عبر فترة طويلة جدا من الزمن أنتج موسيقى عظيمة، ترك تراث ضخم جدا، علم ناس، لحن لفنانين كبير كتار، لحن يعني معظم المقدمات بتاعة المسلسلات المصرية الهامة جدا في تاريخ الدراما المصرية. احنا يعني زي ما اتقال في الأمسية النهاردة هو الوجه الآخر لطه حسين، يعني إذا كان طه حسين عمل إسهام كبير جدا في مجال الأدب وفي مجال النقد الأدبي، فعمار الشريعي عمل الإسهام الكبير بتاعه في الموسيقى. هما الاثنين جم من نفس المكان، هما الاثنين عندهم نفس المشكلة فيما يتصل بالبصر وكده، فهم قدم لنا ذات كبير جدا كان مهم في مكتبة الإسكندرية ان احنا نحتفي بيه. الشمس الحمية الناس دي البداية، وفيما بعد طبعا هتبقى سلسلة برضو ندوات وحفلات فنية أو معارض كل في سياقه، يعني لأن الفنانين مش فقط من الموسيقيين إنما فنانين تشكيليين وآخرين يعني. وأظن إن دي بداية مشرفة وحفلة كانت ناجحة. هي الفكرة بتاعتها ان هي يبقى جزء منها ندوة وجزء منها حفل فني. بالنسبة للنهاردة التكريم هنا في اسكندرية في مكتبة اسكندرية على 10 سنين على رحيله، أنا سعيدة بيه وسعيدة بجمهور اسكندرية، والحمد لله الاحتفالية كانت حلوة والناس كانت مبسوطة، وهو كان من بيحب جدا اسكندرية، ف يعني إن شاء الله لو شايفنا كده ينبسط.